أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضل فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود
وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك
ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبإ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.
يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي ألا تعلوا علي مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد قالوا
وكذلك يفعلون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون. قالت يا أيها الملأ أفتوني أمري أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمد دونني بمال قال أتمدونني بمال فما
أذيتكم تفرحون ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال عفريت من الجن أنا قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي وإني عليه لقوي أمين قال
فلما رآه مستقبلا عنده قال هذا من فضل ربي ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتي
وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح قيل ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرد من قواريش قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان ما لله رب العالمين قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله.